يا هلا والله الشباب، اخيرا نزل اعلان الزومبي بكول اوف ديوتي فانغارد. مثل ما شايفينه قدامكم حاليا راح نشوف الاعلان، تشوفوا رده فعلي عليه، وبالفيديو راح احلل الاعلان بالتفصيل، القصه، الجيم بلاي، كل شيء. فالفيديو على اليوتيوب نفسه راح تشوفوه مقسم، فينك تروح على القسم اللي يهمك. اللي ما يدري، الزومبي من تطوير شركه اترايارك، نفس اللي تعمل زومبي بلاك اوبس، وبنفس القصه بالدارك ايثر، شيء جدا رهيب. فيلا خلينا نشوف الاعلان مع بعض. اوكي هيا نبدا. اوكي 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 اوكي، دائما اول كم سنه يورجونا ألف مقطع. اوكي شيء من القصه. هذا ضابط نازي قاعد يشوف مدينته تتدمر اظن. اوكي في شيء دخل جواه من هالقطعه، ساعطيك جيش من الموتى. اوكي اوكي هو شكله زومبي شيطاني من جد. ايها البشر استسلموا او موتوا. هوتل رويال، هذا ماب ملتي بلاير، هذا الماب اللي كان في البيتا. اي نفسه ماب الملتي بلاير، خاصية ثانية. اوكي من شوي كان سيف وجمجمة، الحين هي ثلج. كل واحد على ظهره في شيء قطعة. اوكي هاي منطقة جديدة، كأنه قاعد يورجونا اكثر من منطقة او اكثر من ماب مع بعض، كأنه شينونوما اذا ما خاب ظني. ماب شينونوما من وور ذات وور. اوكي رحنا على ماب ثاني. هلا والله، فعل السيف او شيء، دائره نفس الرينج اوف فاير. هذا بعد ما دخل فيه الكائن الغريب او الشيطان صار يتحكم بالزومبي هالضابط النازي. اي شوفوا رفع ايده والزومبي قاموا. وطلع وراها الشيطان او الكائن الدارك ايثر. غريب غريب، شكله مو نفس نظام اللعب اللي متعودين عليه عادة. دقيقة أبي أشوف شيء بالإعلان، كأني شفت ماب شينونوما. أيوه هنا، إي ماب شينونوما، ماب شينونوما من وورد أت وور وبلاك أوف 1 وبلاك أوف 3 موجود. يعني مو مابات ملتي بلاير، أنا اللي شفته إنه نتنقل بين المابات، نظام لعب جديد، بس لا في ماب زومبي قديم. أيوه حتى دخلنا جوا الماب نفسه. اوكي 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 يا شباب، خلنا نروح حاليا ونحلل هالكلام كله بالتفصيل. يلا طيب، قبل لا نحلل الاعلان مع بعض ونشوف الاشياء الجديده، خلنا نتكلم على قصه الزومبي بكول اوف ديوتي فانغارد. طبعا نحن متعودين قبل انه لما نشوف زومبي غير بلاك اوبس فبيكون قصه جديده بعالم جديد، بس هذه المره لا، الزومبي بكول اوف ديوتي فانغارد راح يكون بتطوير ثراير نفسها اللي تعمل زومبي بلاك اوبس، وراح يكون بقصه الدارك ايثر. يعني احداث قصه الزومبي بفانغارد راح تكون بنفس عالم الزومبي ببلاك اوبس كولد وور، بس راح تكون في الماضي. احداث الزومبي ببلاك اوبس كولد وور عام 1985، بينما هنا احداث الزومبي عام 1945 تقريبا، اي بيناتهم 40 سنه تقريبا. واصلا ببلاك اوبس كولد وور بالماب الاول دي ماشين بنشوف بكاتسين البدايه انه في لقطات من الحرب العالميه الثانيه، بنشوف لقطات للجيش الالماني النازي بالحرب العالميه الثانيه. واصلا بقصه بلاك اوبس كولد وور بنعرف انه الزومبي بدا بهالعالم عن طريق تجارب العلماء النازيين بالحرب العالمية الثانية. كانوا الألمانيين عم يخسروا بالحرب وبدهم يعملوا أي شيء عشان يقلبوا النتيجة، فبصيروا يعملوا تجارب مجنونة. هالتجارب بتأدي إلى فتح بوابة إلى الدارك إيثر. وعلى سيرة الدارك إيثر، إذا متابع قناتي الثانية فأظن رح تعرف الكلام اللي رح أقوله الحين، واللي هو إن قصة الزومبي بالدارك إيثر اللي شفناها ببلاك أوبس كولد وور واللي رح نشوف بدايتها الحين بكول أوف ديوتي فانغارد، هي تكملة لقصة الزومبي القديمة اللي شفناها
ببلاك أوبس 1 إلى بلاك أوبس 4. رح أشرح القصة بالتفصيل قريبا على قناتي، بس خلني حاليا أحكي لكم الأشياء المهمة بشكل جدا سريع. آخر ماب زومبي ببلاك أوبس 4 تاج ديران توتن، شفنا أنه شخصية نيكولاي قتل جميع شخصيات الزومبي اللي نحبها، ريكتوفن، تاكيو، ديمسي، وحتى نيكولاي نفسه، شخصيات الصغيرة والكبيرة، واضطر يسوي هالشي عشان يسكر جميع العوالم والأبعاد والزومبي والشر الموجود ويوديه كله على الدارك إيثر. وبالأخير عطى مسدس لسامانثا الصغيرة وقالها تقتله، وحاليا ما ضل عنا عايش غير سامانثا الصغيرة وركتوفن الصغير. هدول الولدين راحوا على العالم الوحيد اللي ظل بين كل أبعاد الزمنية، والمفروض هالعالم ما في لا زومبي ولا أي مشاكل، لأنه كل العوالم والزومبي كلها وديناها على الدارك إيثر. بس بعدين بتجارب النازيين بالحرب العالمية الثانية فتحوا بوابة على الدارك إيثر اللي المفروض يكون بعيد عن عالمنا، وصار الزومبي يجي على هالعالم. عشان كذا بقصة بلاك أوبس كولد وور شفنا سامانثا الكبيرة وشفنا ريكتوفن الكبير، هدول نفسهم سامانثا وريكتوفن الصغار اللي شفناهم بنهاية قصة الزومبي ببلاك أوبس 4. زومبي كول أوف ديوتي فانغارد هو بنفس العالم بس بالماضي، وراح نشوف التجارب اللي عملوها النازيين يلي أدت إلى فتح بوابة للدارك إيثر وانتقال الزومبي إلى هالعالم. ومثل ما قلت لكم راح أسوي فيديو قريبا أشرح القصة بالكامل، بس حاليا سويت فيديوهين اختصرت القصة على قناتي الثانية، راح تلاقي روابطهم موجودة بالوصف، مختصرين بشكل جدا كبير. قريبا راح أشرح بشكل مفصل على هالقناة إن شاء الله. طيب، الإعلان كان معظمها جيم بلاي يورجينا طريقة اللعب، بس في شوية أشياء بسيطة بتخلينا نستدل على القصة. اللي ما يدري قصة كول أوف ديوتي فانغارد العادية مو الزومبي راح تكون بنهاية الحرب العالمية الثانية، وقتها الألمانيين أو النازيين كانوا عم يخسروا بالحرب، فبيقرروا يعملوا مجموعة سرية بشكل أنه الفكر النازي يضل مستمر بعد القضاء عليهم. وهذا بالضبط منشوفه بالإعلان، في ضابط ألماني نازي واقف عم يتطلع أنه كيف القصف على مدينته، أنه خلاص هي نهاية الحرب العالمية الثانية وقوات الحلفاء والأمريكان عم يقضوا عليهم. فبعدين بيشوف في جنبه قطعة أثرية، هاي القطعة ممكن أحد الجنود شافها بأحد الأماكن وجابها للضابط، وواضح أنه هالقطعة من الدارك إيثر لأنه في شخص عم يتكلم معاه من هالقطعة أو قاعد يوسوس بدماغه. بلمس القطعة بإيده ومنشوف كأن الكائن أو الشيطان من الدارك إيثر بيدخل جوا جسمه، وبيقول له أوفيون فورليس اللي هو اسم الضابط النازي، بينادي باسمه وبيقول له أنت راح تساعدني على الانتقام، راح أعطيك جيش من الموتى، قصده راح يعطيه القدرة أنه يعيش الموتى ويرجعهم كزومبي. وشفنا هالشيء من الإعلان، بالنهاية رفع إيده وفجأة مجموعة زومبي كلها قامت من الأرض. بس ما ندري شو اللي صار بالضبط، هل الشيطان من الدارك إيثر صار يتحكم فيه ولا هم الاثنين بجسم واحد؟ لأنه شفنا بالنهاية بعد ما زومبي قام ومجرد ما رفع إيده مشي وطلع الشيطان وراه، فأظن أنه لا، الشيطان ما دخل بجسمه أو ما عم يتحكم فيه بالكامل، بل هم الاثنين عم يتعاونوا مع بعض، لأنه الشيطان قال له أنه رح أعطيك جيش من الموتى. وكمان الشيطان أو هذا الكائن الدارك إيثر قال له أنه أعدائنا عندهم قوة من خارج هذا العالم، فالشيطان نفسه عم يقول له أنه قوات الحلفاء اللي هم الأمريكان والروس وكذا عندهم قوة أو في حد عم يساعدهم من الدارك إيثر. كل صراحة القصة شكلها جدا رهيبة، أنه الألمانيين النازيين عندهم شيطان من الدارك إيثر عم يساعدهم، والأمريكان والحلفاء عندهم حد من الدارك إيثر كمان عم يساعدهم. فنفس بلاك أوبس كولد وور أنه الروسيين والأمريكان عم يتعاركوا، بس هنا الألمانيين والحلفاء وكل مين عنده حد عم يساعده من الدارك إيثر، على عكس بلاك أوبس كولد وور. والشيء المجنون أنه ممكن الأحداث القصة هنا قبل أحداث بلاك أوبس 4. بلاك أوبس 4 بتاج ديران توتن كانت عام 1965 لما سكرنا جميع الأبعاد، بينما هنا عام 1945، فيعني هذا العالم عم تصير الأحداث فيه بنفس الوقت عم تصير أحداث ريكتوفن ونيكولاي وكذا بالعالم الثاني. بس هالكلام مو أكيد طبعا، ممكن الأبعاد تختلف الزمان فيها، بس يعني هالكلام بيظل نظرية ممكن تكون صح، وحبيت أشاركها معكم لأنه لو كانت صح فممكن نشوف شيء من قصة الإيثر، سواء الشخصيات القديمة، دكتور مونتي، شادومان وهالكلام كله. طيب، خلنا حاليا نتكلم عن الجيم بلاي ونظام اللعب الغريب نوعا ما. أول شيء منشوفه للأسف أنه في أوبريترز نفس بلاك أوبس كولد وور، ف
فما في شخصيات أساسية للزومبي، رح يكون أوبريترز نلعب فيهم زومبي. بعدين منشوف إنه عم نلعب زومبي بمابات المالتي بلاير تبع كول أوف ديوتي فانغارد، بس مغيرين أجواء المابات عشان تناسب الزومبي. بس الشيء الغريب إنه نظام اللعب واضح ما هو راوندات، لا، نفس نظام الأوت بريك ببلاك أوبس كولد وور، اللي هي منروح على ماب مننفذ مهمة بعدين ندخل ببوابة بتودينا على ماب ثاني. وفانغارد أعلنوا إنه في 20 ماب مالتي بلاير عند النزول، فحرفياً رح نلعب زومبي ب 20 ماب فينا نتنقل بيناتهم بالجيم الواحد. ومو بس مابات المالتي بلاير، لا، شفنا ماب من طور القصة مثل ما شايفينه قدامكم حاليا، وشفنا ماب شينونوما، هذا ماب الزومبي الكلاسيكي يلي شفناه بكول اوف ديوتي وورد ات وور وببلاك اوبس 1 وبعدين رجع على بلاك اوبس 3. يعني واضح انه من بين المابات رح نشوف مابات زومبي كلاسيكية أو رح نشوف مابات مصممينها فقط للزومبي. يعني نظام لعب جديد نوعا ما، نفس طور الأوت بريك ببلاك أوبس كولد وور، مو نفس نظام الراوندات اللي تعودنا عليه. والشيء الغريب الثاني إنه ما شفنا بيركات، بينما طور الأوت بريك ببلاك أوبس كولد وور اللي كانت تتنقل من ماب لماب كان فيه بيركات عادي، هنا شفنا أرتيفاكت أو قطع أثرية تعطينا خصائص نفس الفيلد أبغريد اللي موجودة ببلاك أوبس كولد وور. بس هنا ما رح نبدأ الجيم مع هالخصائص، لا، بنشتريهم من هالشجرة اللي شكلها جدا غريب مثل ما شايفينها قدامكم. فالواضح انه فينك تشتري قطعة وتحطها على ظهرك، لانه شفنا الشخصيات ماشية وكل واحد على ظهره احد هالقطع الاثرية، وبعدين فينك تغيرها بالجيم. القطعة او الخاصية الاولى اللي عنا اياها هي هالجمجمة مثل ما شايفينها قدامكم، واظن ماني متأكد انه هاي نفس الايثر شراود من بلاك اوبس كولد وور يلي تخلي الزومبي ما يشوفوك. بعدين القطعة الثانية عنا هالسيف البنفسجي يلي أظن نفس الرينج أوف فاير من بلاك أوبس كولد وور، بيسوي دائرة وأي واحد جوا الدائرة بصير عنده الدمج جدا عالي. بعدين عنا هالقطعة اللي بتسوي عاصفة ثلجية وبتبطئ الزومبي، وكمان نفس الفيلد أبغريد الفروست بلاست من بلاك أوبس كولد وور. وبعدين عنا هالقطعة اللي بتسوي ضربة كهربائية نفس الانرجي ماين من بلاك أوبس كولد وور. وبعدين عنا هالبرج الأحمر، صراحة ما أدري هل هذا الشيء خاصية ولا شيء له علاقة بالمهمة اللي تسويها جوا الماب. ومنشوف كمان بالإعلان إنه في سلاح بطلقات حمراء، فهذا معناته سلاح مطور والتطوير او الباكا بانش رح يكون موجود بزومبي فانغارد. ومنشوف عنا زومبي مدرع ماسك رشاش بايده. فيا شباب، هالفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركوا الفيديو بين اصحابكم المهتمين في الزومبي، وشاركونا بالتعليقات شو رأيكم عن طور الزومبي بكول اوف ديوتي فانغارد، متحمسين عليه او لا؟ واتمنى تكتبوا الايجابيات والسلبيات اللي شايفينها. وبس، كان معكم شركيات شركة كيش، كم فيديوهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.